بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. النهاردة بنتكلم على يوم في عيادة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، فهنناقش فيه موضوعات كتيرة قوي من الحالات اللي احنا بنشوفها تقريبا يوميا في عياداتنا كعيادات لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. الحقيقة بتبقى حالات متنوعة جدا، وبنشوف فيها كل الأعمار السنية، يعني حتى ممكن نقول إن احنا بنشوف البني آدم قبل ما بيتولد، يعني لو أم حامل في طفل وظهر شيء في السونار بان منه عيب خلقي في المخ أو في العمود الفقري، بنقدر إن احنا حتى نتعامل معاه في هذا الوقت حتى قبل ما الطفل يولد يعني. والحالات التانية اللي بنشوفها حالات لأطفال صغيرين من عمر يوم لحد عمر 12-13 سنة، والحالات اللي بعد كده بنشوفها للأدلس أو الناس الكبار، سواء كانوا رجالة أو ستات، شباب أو ناس كبيرة في السن، وكل مرحلة عمرية بتبقى ليها الأمراض الخاصة بيها. هنبدأ بالأطفال الصغيرين اللي هم قبل ما حتى الطفل يتولد. أثناء الحمل أحيانا كتيرة قوي بتيجي العيلة منزعجة، الزوج والزوجة، إن هم عملوا سونار أو موجات صوتية على الطفل أثناء الحمل، وقالوا لهم إنه في عيب خلقي في المخ أو في العمود الفقري. الحقيقة مش كل العيوب الخلقية بتبقى مزعجة، في أنواع منها بتبقى عبارة عن استسقاء في المخ أو زيادة في ضغط المخ أو كبر حجم بطينات المخ، ودي ممكن يكون معاها مشكلة في العمود الفقري، إنه أسفل الظهر بيبقى في أجزاء من الخلفية بتاع الفقرات بتبقى ناقصة، ويبدأ يظهر النخاع الشوكي أو كيس عن طريق هذا الجزء الناقص من العظام بتاع العمود الفقري، وتبدأ تظهر تبان تحت الجلد، بنسميها المنينجوسيل. ودي في منها أنواع، نوع بيبقى فيه الأعصاب ونوع بس بيبقى عبارة عن كيس مية وما بيأثرش على الحركة بتاع الرجل أو التحكم في البول والبراز. بنقدر من متابعة السونار، وفي سونار دلوقتي رباعي الأبعاد بنعمله في بعد الشهر الرابع، نعرف بالضبط حجم بطينات المخ قد إيه، ونقدر نقيس القشرة المخية مظبوطة ولا فيها مشكلة، ونقدر نعرف إذا كان في حاجة في العمود الفقري ولا لأ. وأحيانا ممكن نتدخل حتى أثناء الحمل وهو الجنين في رحم الأم إذا كانت الحاجة تستدعي لكده، إن احنا نصرف المية بتاع المخ عشان ندي فرصة إن المخ يكبر وينمو النمو الطبيعي بتاعه. وفي بعض الأحوال بتبقى الحالة نسبتها بسيطة، فبننصح بإجراء ولادة قيصرية، وبعد الولادة نبدأ إن احنا نتعامل مع ارتفاع ضغط المخ والاستسقاء اللي موجود، ممكن إن احنا نركب صمام أو إنه نصلح العيب الخلقي اللي موجود في أسفل العمود الفقري. بعد كده بنشوف حالات لأطفال زي ما قلت لحضراتكم من سن يوم لحد سن 12-13 سنة، وأشهر الحالات دي هي حالات الاستسقاء في المخ أو ارتفاع ضغط المخ. بيجي الطفل بيبدأ إن هو والدته تشتكي لو هو صغير، بتقول لك بدأ ما بيعيطش كويس، نايم طول الوقت، ما بيرضعش كويس، لو رضع يبدأ يرجع،
ممكن يجيله تشنجات، ممكن يحصل حول في العين، ممكن العين بقى في المراحل المتقدمة جدا تبدأ تنزل لتحت، يبقى كأنه طول الوقت باصص لتحت، تبدأ محيط الرأس يكبر يوم عن يوم، ويبدأ يظهر زي بقى الجلد لما بيبقى متمدد كده نتيجة زيادة حجم الجمجمة، يبدأ الجلد يبقى رقيق جدا، والأوردة اللي تحت الجلد تبدأ تبان، فبيبقى شكلها مميز جدا. كل دي من علامات ارتفاع ضغط المخ، أو اللي بيقولوا عليه استسقاء في المخ، يعني البطينات بتاع المخ اللي فيها السائل الطبيعي اللي عامل زي المية اللي المفروض ربنا خلقه عشان يمشي حوالين المخ وجوه المخ فيسنده ويمنع الصدمات عنه ويشيل الفضلات الموجودة في المخ ويصرفها على الدم. السائل ده بيحتبس أو التصريف بتاعه بيحصل فيه مشكلة ويبدأ يتراكم جوه المخ، فيبدأ يزود ضغط المخ ويزود حجم الجمجمة. ربنا بيبقى خالق البني آدم في الأول في حاجة اسمها النفوخ الأمامي، يعني العظم بتاع الجمجمة ما بيبقاش لاحم كده زي الطبيعي في الناس الكبار، بيبقى بعيد عن بعضه كده عشان يدي مساحة للمخ انه ايه يكبر، وبعد كده العظم ده يلحم بالتدريج. فالنفوخ الامامي ده نقدر نحط عليه ايدينا كده في المنطقة دي ونحس نعرف حجمه بالصباع كده، نعرف قد ايه، ونعرف ونحط ايدينا نشوف هو تحت ايدك تنس، يعني الضغط فيه عالي جدا، يبقى عامل زي قبة كده، ولما تحط ايدك عليه ما ينزلش معاك، معناه انه في زي متحجر كده نتيجة ان الضغط اللي تحتيه عالي جدا. كل دي اعراض نقدر ان احنا نشخص بيها الاستسقاء في المخ في الطفل الصغير اللي هو قبل سن سنة سنة ونص، قبل ما النفوخ الامامي ده يقفل. ونقدر ان احنا طبعا نتأكد من الكلام ده بان احنا نعمل اشعة مقطعية، ونعمل بعد كده اشعة رنين مغناطيسي، ونعرف بالظبط الانسداد ده في انهي جزء من البطينات بتاع المخ، ونقدر برضو عن طريق أشعة الرنين نعرف إذا كان فيه أي عيوب خلقية هي اللي مسببة هذا الانسداد، زي مثلا إنه يبقى فيه يقولوا عليه سبتم أو حاجز في النص بيمنع تصريف السائل النخاعي بتاع المخ بشكل طبيعي. وفي الحالات اللي زي دي بنحتاج ان احنا نستخدم حاجة اسمها صمام في المخ، ان احنا نوصل نحط صمام في البطينات ونوصله من تحت الجلد الحاد البريتون في البطن عشان يصرف السائل. والصمام ده بيبقى فيه حاجة زي ريزرفوار كده صغير، بيبقى فيه الضغط فيه مظبوط على ضغط معين، أول ما يبدأ ضغط المخ يزيد عن هذا الرقم يبدأ الريزرفوار ده يفتح ويصرف السائل لحد ما نرجع للضغط الطبيعي، يقفل الصمام مرة أخرى، وهكذا يبدأ يشتغل كل ما يحصل ارتفاع في ضغط المخ. أحيانا بنستخدم المنظار بتاع المخ عشان إن احنا نفتح فتحة تحاول تتجاوز مكان الانسداد اللي موجود، ولاحظنا انه المنظار نتائجه وحشة قوي قبل سن سنة، يعني لو الطفل اصغر من سنة نتائج المنظار بتبقى مش كويسة وغالبا بيفشل، فبنعمل المنظار والعملية بالمنظار بدون الحاجة الى وضع صمام في المخ في السن اللي هو أكبر من سنة. بس بيبقى لينا شروط برضو، بيبقى لينا شروط إنه مدام هعمل سكة بديلة لصرف السائل يبقى لازم أبقى متأكد إن السائل ده بيصرف كويس على مجرى الدم، ما يكونش السبب هو وجود انسداد في مجرى الدم نتيجة مثلا التهابات سحائية أو ما شابه ذلك. اللي عايز اقوله انه استسقى المخ في الاطفال الصغيرين نتيجة انه العظم لسه ما لحمش،
فبيقدروا يستحملوه الفترات بدون ما يحصل مشاكل في الخلايا بتاع القشرة المخية. وأول ما بنعالجه ويرجع ضغط المخ للوضع الطبيعي، الطفل ده بيتطور مخه بشكل طبيعي وبيفضل محافظ على الوظائف بتاعته، فتلاقي المشي بتاعه يبقى طبيعي، الكلام، القعدة، التسنين، القدرات العقلية والذهنية، أداؤه بعد كده في المدرسة، حاجات زي كده بترجع لوضعها الطبيعي. الأطفال الصغيرين قوي اللي هم بيبقوا لسه مولودين وعندهم عيب خلقي عبارة عن استسقاء في المخ، أحيانا بيبقى مصاحب معاه كيس في أسفل العمود الفقري، وفي الحالة دي بنعالج استسقاء المخ الأول ونرجع ضغط المخ لوضعه الطبيعي، وبعد كده نبدأ نتعامل مع الكيس المائي اللي في أسفل العمود الفقري لأنه بيبقى متصل بالمية بتاع المخ، ولذلك ما بنعالجوش هو الأول عشان الضغط فيه يرجع للطبيعي في هذا الكيس، وبعد كده نستأصل الكيس المائي ده بجراحة ميكروسكوبية تحت الميكروسكوب اللي بيكبر أكثر من 60 ضعف، فنحافظ على الأعصاب الموجودة داخله ونقفل الجلد. وبنحب نعمل العملية دي بعد ما الطفل يكبر شوية في السن عشان يبقى فيه جلد كفاية نقفل بيه مكان الجزء الناقص ده اللي طلع منه هذا الكيس المائي. الحاجة التانية، الأورام كتيرة قوي بنشوفها وإحنا قاعدين في عيادة جراحة مخ وأعصاب في الأطفال، هي أورام المخ في الأطفال. وإحنا الحقيقة بنشوف نوعين بصفة كبيرة جدا. النوع الأول هو أورام الحجرة الخلفية للمخ، تلاقي أكتر حاجة بتشوفها في أورام المخ في الأطفال هي أورام الحجرة الخلفية. بتبقى الحجرة الخلفية دي بيبقى فيها المخيخ، وده بيبقى مسؤول عن الاتزان والمشي والحركة، وبيبقى فيه بقى الأعصاب قدام المخيخ في جذع المخ، الأعصاب اللي بتحرك العين واللي مسؤولة عن البلع وحركة قفل العين وفتح العين وحركة الفم واللسان والبلع والكلام والحاجات دي كلها. فبيبقى أعراضها كتيرة قوي على حسب أنهي جزء من المكونات بتاع الحجرة الخلفية ده اللي متأثر. غالبا ما بين المخيخ وجذع المخ بيبقى فيه جيب مية صغير اسمه جيب المية الرابع، وده هو في أغلب الأحوال اللي بيجي فيه الأورام بتاع الحجرة الخلفية في الأطفال، فيبدأ يأثر على المخيخ اللي وراه، يعمل مشاكل في الحركة وفي الاتزان وفي المشي، ويأثر على جذع المخ اللي قدامه فيضعف الحركة، ويأثر على الأعصاب الموجودة في جذع المخ ويعمل الأعراض اللي قلنا عليها على حسب أنهي عصب هو اللي تأثر. فممكن الطفل يجي لك يقول لك كان والله بدأ يمشي على سن سنة ونص ولا سنة وكم شهر، ودلوقتي هو عنده مثلا 3 سنين بدأ ما يمشي يقع على ناحية، بدأ اتزانه يبقى مش مظبوط، بدأ يبقى بيرجع كتير، بدأ يبقى صوته اتغير، في شرقة دايما لما يشرب حاجة يبدأ يشرق جامد، في صعوبة في البلع، في حصل مثلا حول أو العين ما بتقدرش تيجي على ناحية، ممكن العصب السابع يتأثر يقولك بينام يقفل عين وعين تانية مفتوحة مش قادر يقفلها، أو بقه تعوج على ناحية، وهكذا. في الأحوال اللي زي دي احنا على طول أما بيبقى طفل صغير وكان كويس وبدأ يجيله الأعراض دي، لأنه ما بيبقاش حاجة خلقية، بتبقى بتحصل على سن أكبر شوية، يعني تقدر تشوفها أكتر في سن من 2 ل 12 سنة أكتر منها من أول ما الطفل يتولد. وفي الأحوال دي بتبقى الأشعات طبعا بتشخص بمنتهى السهولة، غالبا بتبقى أشعة رنين مغناطيسي، بنحتاج نعملها بالصبغة عشان نبين الأجزاء
بالظبط بتاع الورم ده وامتداده فين وداخل لجذع المخ ولا لأ، والأجزاء اللي ممكن إن إحنا نشيلها بدون ما نعمل أي مشاكل لهذا الطفل. نتيجة وجود الورم ده في الجيب الرابع بيحصل انسداد في الصرف بتاع السائل النخاعي ويبدأ يحصل استسقاء في المخ، وده بقى النوع الثاني من استسقاء المخ اللي هو مش نتيجة عيوب خلقية ولكن نتيجة وجود أورام في المخ. الأحوال اللي زي دي إن احنا بنشوف الحاجة اللي نقدر نعملها إيه. لو استسقاء المخ حجمه كبير قوي بنصرفه الأول عن طريق إن احنا نعمل منظار أو ونفتح فتحة جانبية تصرف المية في طريق غير الطريق اللي حصل فيه هذا الانسداد، أو إن احنا نركب صمام ما بين بطينات المخ والبريتون عشان يصرف السائل النخاعي، ونبدأ بعد كده نتعامل مع الورم ده ونشيله عشان ما يبدأش يدخل على جذع المخ ويسبب مشكلة قد تهدد حياة هذا الطفل. الجراحات دلوقتي بتاعت أورام الحجرة الخلفية بقت جراحات متطورة جدا. زمان كنا بندخل نفتح جزء من المخيخ عشان نوصل للورم، دلوقتي ما عادش الكلام ده، بقينا بندخل من المجرى الطبيعي بتاع السائل بتاع الجيب الرابع وندخل منه على منطقة الورم دايركت من غير ما ندخل عن طريق أي جزء من الأجزاء الطبيعية بتاع المخيخ، ونقدر إن احنا نشيل الورم ده باستخدام بقى حاجات كتير زي جهاز اسمه الكوزة أو جهاز التفتيت الأورام بالموجات فوق الصوتية، وده بيساعد كتير إن احنا نشيل أجزاء من الورم بدون ما نأثر على الوظائف الطبيعية بتاعة الأعصاب أو المراكز العصبية اللي حوالين الورم. بعد ما بتشيل الورم دوت بتبدأ تبعته يتحلل، وهنا بناخد من بتوع الباثولوجي النوع ونبدأ العلاج على حسب. ناخد اتصال هاتفي. أستاذة علياء اتفضلي. تفضلي يا فندم. عليكم السلام. نعم، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. يا دكتور عندي مشكله ان انا دماغي دايما وجعاني وما بقدرش اتحرك، عندي رجلي دايما وجعاني جايه، عندي ارهاق. فرحت للدكتور امبارح فقال لي ان انت عندك الدوره الدمويه مش واصله للمخ كويس. فانا خدت العلاج امبارح وحاسه ان انا النهارده تعبانه اكتر من قبل كده. اوكي، رد على حالتك اتفضلي. يعني الحالات اللي زي كده احنا بنحب الاول ان احنا نشوف الاسباب العامة الاول، اذا كان نعمل صورة دم نشوف في انيميا ولا لا، نشوف اذا كنا ام بترضع مثلا نشوف نسبة الكالسيوم، نشوف الفيتامين دال، نشوف هشاشة العظام. الحاجات دي هي اللي تتعالج الاول، لانه الاعراض العامة دي بدون حاجة محددة غالبا ما بيطلعش في حاجة عضوية، فنعالج الحاجة العامة الاول وهي دي اللي بتعمل تحسن في مثل هذه الحالات. كنا بنتكلم بقى في الموضوع بعد ما بتشيل الورم بتاع الحجرة الخلفية ده بتحلله وتعرف نوعه، وعلى حسب النوع بتبدأ بقى تقول إذا كنت هتدي علاج كيماوي ولا لا. في الأطفال الصغيرين أقل من سن 5-6 سنين ما بنحبش ندي علاج إشعاعي، إنه لسه خلايا المخ بتنمو وما بنحبش حاجة تبوظ نمو خلايا المخ بالعلاج الإشعاعي، فبندي نفضل ان احنا ندي علاجات كيماوية. في نوع من هذه الأورام ما بيجيش بقى في الجيب الرابع ده بتاع الحجرة الخلفية، بيجي في المخيخ نفسه، وده غالبا بيبقى نوع حميد أكتر منه خبيث، وده بيتشال بنفس الطريقة ويتحلل والطفل بيخف ويبقى كويس. ناخد اتصال هاتفي. استاذ احمد تفضل. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا دكتور من ورا، من عندي دماغي من ورا كده يا دكتور، بحس ان انا دايما قعدت وجعاني
وباجي افتح عينيا بحس ان حاجات بتطلع بتشاش كده او نقط بتبان قدام عينيا مش شايف. تمام. انت سنك قد ايه يا استاذ احمد؟ انا 32. سنك قد ايه؟ عندك سكر او حاجه؟ لا ما عنديش اي مرض، ما عنديش اي حاجه بشتكي منها. طيب كويس، اوكي اتفضل. طبعا الالام اللي هي في اسفل الرقبه او في الخلف وكده بتبقى سببها غالبا في السن الصغير دوت، قاعده لفترات طويله، بيبقى قاعد متني على مكتب او هو بيسوق عربيه او بيشيل اوزان او حاجه زي كده، تعمل شويه للالام ودي بتبقى سببها تقلص في العضلات. وبننصح إن في الأحوال دي إن احنا ناخد شاور أو دش يعني دافي، نقعد تحتيه مثلا ربع ساعة ولا حاجة يفك الاسبازم ده، وبعض الأدوية المسكنات وباسط للعضلات عند اللزوم إذا كان في حاجة زي كده. وبالنسبة للفلاش اللي بيجي في العين ده، ده فحص رمد عادي يطمننا على السبب بتاعه، والعلاج غالبا بيبقى بعض القطرات اللي بتحسن الوضع ده. فكنت بكلمكم على حكاية الأورام بتاع المخيخ بقى، دي بتبقى غالبا أورام حميدة، وبعد ما بنشيلها بنحللها ونتأكد من كده، وغالبا الطفل ده بيبقى خف وما بيحصلوش مشكلة بعد كده، وده بيبقى حظه كويس لأنه غالبا الورم ده بيبقى فيه جزء منه سائل، وبيبقى في جزء صغير جدا هو اللي بيفرز هذا السائل. التركة كلها في العملية عشان تمنع ارتجاع الورم ده انك تشيل الجزء اللي بيفرز السائل مع العملية عشان الامور ما ترتجعش مرة تانية. طيب ناخد اتصال هاتفي. اتفضل يا فندم. ايوه مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. لو سمحت انا عندي أنا. رجلي اليمين من فوق عند المفصل كده نار نار فيها. أوكي. مش قادرة، ولما اجي امشي مش قادرة امشي منها. وداخلة على شوية من مقعدة. أوكي. بينزل في الرجل كلها ولا لا؟ هو كان الاول بينزل في الرجل كلها وبعدين خفت شوية. والناحية التانية الرجل التانية فيها حاجة؟ لا لا كويس. وفي ألم أسفل الظهر يا أستاذة شادية؟ أوكي. طبعا. أنا بعاني من الفقرات مدة طويلة وباخد بتاع دون مسكنات وحاجات وإبر وكده. السن قد إيه؟ أنا عندي 67 سنة. أوكي. وفي زي كده في الرقبة، وجع في الرقبة أو تنميل في الدراع؟ وفي ساعات بيجي له لما أقعد أعمل كده هو باصت للعضلة في إيدي كده أفتح وأقفل بيروح. أوكي. وفي عندنا برضه بيبقى في ساعات لما أقعد مثلا على التلفزيون شوية ألف ورق عنب أعمل أي مجهود. ابص الاقي رقبتي كده من عند اسفل الدماغ بتوجعني من عند تدوره الدماغ من تحت من عند الرقبه. وفي ضغط او سكر عند حضرتك او عندي؟ ضغط بسيط لسه. يعني الضغط باخد له حاجه بسيطه، عندي ضغط. اوكي اتفضل يا فندم هنرد على حضرتك. الحقيقة ده الجزء كبير قوي من الحاجات اللي بنشوفها في عياداتنا هي مشاكل العمود الفقري في أي سن، سن صغير أو سن كبير، بيحصل نتيجة خشونة الفقرات أو نتيجة انزلاق غضروفي قطني أو عنقي أو نتيجة تزحزح في الفقرات أو نتيجة وجود عيوب خلقية قد تظهر في سن متأخرة. الأعراض بتاعتها بيبدأ يحصل ضغط على القناة العصبية اللي فيها الأعصاب اللي بتحرك الرجلين، فالعصب ده بيبقى فيه جزء للإحساس بيؤدي لوجود الألم والتنميل في المقعدة وفي الرجل، وممكن يوصل لحد منطقة الصوابع بتاع القدم، وجزء حركي اللي هو بيحرك مشط الرجل وبيحرك الركبة وبيحرك الفخذ، وجزء متحكم في المثانة والقولون والتحكم في البول والبراز وحاجات زي كده. أول جزء من العصب بيتأثر هو الجزء الرفيع اللي هو السلكة أو العصب بتاع الإحساس،
فيجي لك تنميلة ويجي لك وجع ويجي لك ألم، ومع المجهود يزيد الوجع دوت ويؤدي إلى ما نسميه بألم عرق النساء وألم أسفل الظهر. احنا في الأحوال زي دي بنحب ان احنا نعمل حاجتين أساسيين. الجزء الأول هو أشعة عادية خالص على الفقرات القطنية عشان نشوف هل في خشونة جامدة، هل في هشاشة في العظام، هل في شرخ في الجزء الخلفي من الفقرات، هل في تزحزح فقرات ولا لا. الأشعة العادية اللي هي الأبيض والأسود دي بتدينا معلومات كتيرة قوي نقدر ان احنا نبني عليها ونشوف احسن طريقة للعلاج. والحاجة اللي بعد كده اللي هو أشعة الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنية نقدر نعرف منها السبب بالضبط. احيانا في ناس بتبقى السبب وده الاكثر شيوعا انزلاقات غضروفية ما بين الفقرة الرابعة والخامسة او الفقرة الخامسة والاولى، او يكون السبب الاقل شيوعا هو تزحزح في الفقرات القطنية نتيجة شرخ اجهادي في الفقرة، مش شرخ نتيجة وقعة او حادثة او كده، لا ده هو ربنا بيبقى خلق الفقرة جزئين بيلحموا مع بعض. المكان اللي حام ده مع الزمن بيضعف ويبدأ يفصل عن بعضه، فالفقرة بتتحول إلى جزئين، جزء أمامي وجزء خلفي، وتبدأ تتحرك إلى الأمام مرة أخرى. في الحالة اللي زي دي بننصح بعلاج دوائي الأول. العلاج الدوائي للانزلاق الغضروفي هو زي ما حضرتك بتقولي كده، انك تاخدي أدوية مسكنات وأدوية بسطة للعضلات وفيتامينات تساعد العصب على وظيفته زي فيتامين ب وخلافه. بس أهم حاجة في الموضوع ده ان احنا نقلل الضغط على العمود الفقري، فاحنا لازم نرتاح. يعني المجهود اللي بنعمله داخل البيت العادي، يعني اللي هو التمشية جوه الشقة، ما نشيلش حاجات تقيلة، ما نقعدش فترات طويلة، المشي لفترات طويلة هيبقى متعب جدا. فالراحة ان احنا نقلل الوزن الجسم على الفقرات هو ده اهم شيء اللي بيخلي في فرصة انه لو في انزلاق غضروفي انه يرجع في مكانه تاني ويقلل اللود على القناة العصبية اللي فيها الأعصاب والشرايين وكده، فيحسن الألم مع العلاج الدوائي. إذا كان بقى الانزلاق الغضروفي كبير أو ضغط على العصب أو عامل ضعف في الحركة أو مشاكل في التحكم في البول والبراز، هنا بننصح بإجراء عمليات، ودي أصبحت عمليات سهلة بتتعمل بالمنظار أو بالميكروسكوب الجراحي أو بتتعمل عن طريق استخدام الجهاز الملاحي في بعض الأحوال الصعبة. وبقى في دلوقتي تقنيات جديدة إن احنا نقدر نركب غضروف صناعي أو غضروفين كمان مكان الغضروف اللي بنشيله عشان نرجع الوضع لطبيعته. وإذا كان في بقى كسر أو تزحزح في الفقرات نقدر نعمل تثبيت للفقرات بشرايح ومسامير من مادة تيتانيوم ما بتتفاعلش مع الجسم، وفي نفس الوقت المسمار ده بيبقى له الهيد بتاعته متحركة فبتتحرك مع حركة الفقرات، وبالتالي الإنسان ما بيحسش بأي مشكلة أثناء الحركة. أتمنى أن أنا أكون جاوبت على سؤالك بتفصيل شوية، وأشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من عيادة الصحة. السلام عليكم ورحمة الله.